غوميز يحاول، الفرنسي لديه محاولة، العرضية خطيرة، يا سلام على الكرة الماضية، يا الله على الكرة الماضية، عباد زعترة في وضعية مواجهة للمرمى، لاحظ غوميز عطاها لعماد، قال له سجل يا عماد، لكن أين الكرة الماضية يا عماد الصراوي؟ عدد أحمد أسيابي إلى غوميز، الكرة الطويلة لمصلحة كرة الدوري، كرة للأمام، المحاولة لمصلحة صحة من الاستلام، وهذه لمصلحة صور، الكرة الصراوية عن طريق أحمد السيابي للأمام، استلام من سامبا، عادت مرة أخرى البحث عن الثغرة الأولى في دفاعات صحة عن الوصول في 12 مباراة وعفوا 11 هدف، لكن طبعا آخر أربع مواجهات، آخر أربع لقاءات ما بين الفريقين على أرضية هذا الملعب لم يستطع صحم أن ينتصر. لأن لديه فقط نقطتين ونادي مسقط لديه ست نقاط، وبالتالي الفريقين مشترك في خلال هذه المباراة. هذا هو قادر فال صاحب أول أهداف بطولة دورينا. الكرة تعود، المحاولة وصلت لنادي صور، عادت بعد ذلك إلى أحمد القلهاتي. ما زالت مستمرة، وبعد ذلك الكرة تقطع وتعود عند أحمد السيابي، وصلت إلى غوميز، بعد ذلك الكرة إلى خالد العلوي، تحولت هذه الكرة إلى عمر في الكرة الماضية، وبالتالي الكرة الآن تعود وتصل عند غوميز، وصلت الكرة عند غوميز الذي يحمل الجنسية الفرنسية من أصول سنغالية، 33 سنة بالنسبة للاعب الذي لديه الكرة غوميز، وهو اللاعب الذي الموسم وقبل هذه المباراة وقبل هدف الغيني مصطفى كويات تم تسجيل 15 هدف، 5 أهداف في الشوط الأول و10 أهداف في شوط المباراة الثاني. واليوم نادي مسقط بعد الهدف الذي سجله اللاعب مصطفى كويات فعل ما فعله في الموسم الماضي عندما سجل في أول 4 مباريات، وبالتالي نادي بعد ذلك الكرة تحولت وعادت إلى جمعة الجامعي، ومن جمعة إلى غوميز. غوميز يلعب بالخبرة بصراحة، يبحث عن الزميل، يبحث عن الرفيق. الآن الكرة تعود إلى غوميز، ومن غوميز الكرة وصلت الآن إلى جمعة الجامعي، إلى سيدريك، إلى عبد الخالق فايل، إلى غوميز، والكرة بعد ذلك تصل جيدا، بأنه يعاني كثيرا حتى يصل إلى مرحلة الاحتراف، وبالتالي معاناة كبيرة بالنسبة للاعب الأفريقي. لكن هنا لدينا ضربة حرة يشير إليها حكم المباراة، وهنا لدينا اللاعب غوميز الذي الآن سيحاول في هذه الكرة، ومن الكرة العرضية الكرة ملعوبة، لكن بعد ذلك حكم المباراة لكن تقطع الكرة الماضية خاطئة في اللعبة الماضية، والكرة مرسولة، والمحاولة الآن سامبا التسديد، لكن الكرة الماضية إلى ضربة ركنية لنادي الصور. هذا هو سامبا الذي حاول بالكرة الماضية، اللاعب الذي لعب لنادي تراكسين المالطي، وأيضا لنادي دريزل يونايتد المالطي، وأيضا النصر العماني في موسم 2012، وسجل 10 أهداف، وأيضا احترف ولعب. أحد هؤلاء اللاعبين سيودع اللقاء بكل تأكيد، لأن الماضي مع نادي النصر، وبالتالي أحمد واحد أيضا من اللاعبين المميزين، وأحمد بالمناسبة أيضا لديه هدفين في مرمى نادي مسقط في عام 2015 عندما كان